سي بيتا اسمي سي ادريس كوسر مواليد 67 ابن مدينة جرسيف قريت في مدينة جرسيف قريت في جدة من بعد كملت الدراسة ديالي في الدنيا وفي هولندا عندي تما إجازة تخصص ديال البسيكولوجي البيداغوجي سوسيال من بعد واحد المدة الاشتغال ديالي في أوروبا فكرت أنني نرجع للبلاد نكري شي حاجة اللي فعالة للبلاد ديالي لهذا أسست واحد هاد المؤسسة اللي سميتها أكور لو ميساج أكور لو ميساج تأسست في سنة 2004 دابا ليكزيستونس ديالها 13 سنة تقريبا الحمد لله تخرجوا المؤسسة عدة أفواج أكثر الشعاب اللي كان نقراو في المؤسسة ديالنا هي فورماسيون بروفيسيونيل الشعاب اللي عندنا كاينين فورماسيون ديبلومونت عندنا تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك هذه الولوج شروط الولوج ديالها خص الانسان يكون عنده بكالوريا تكون علميه او ادبيه او تقنيه ماشي مشكل او لا يكون عنده ان ديبلوم تقني يكون معتمد كله تحت الولوج لهذه الشعبه اللي سميتها تقني متخصص في التنميه المعلوماتيه الشعبه الثانيه تقني تكنيسيان اون جيستيو انفورماتيزي هي تقني في التدبير المعلوماتي الشروط الولوج ديالها النيفو ديال البكالوريا يكون عنده نيفو بكالوريا ادبي او علمي حتى هي ماشي مشكل المده ديال التكوين كيكون في قسم على عامين وكل سنه فيها مده ديال ستاج تدريب من بعد هاد العامين هادي كياخد المتدرب ديبلوم معترف ومعتمد من طرف الدولة اذا كيولي عند التلميذ ما كيبقاش هاوي كيولي بروفيسيونيل ديالو باش كيخرج لسوق الشغل بواحد الكاليفيكاسيون واحد البروفيسيوناليتي اللي تساعدو بسرعة انه يندمج في سوق العمل عندنا واحد الشراكة بالاضافة شراكة مع لانابيك هاد لا كونفونسيون هادي تسينيات وتأسست في 2014 الشراكة كتضمن التدريب ديال المعلمين للمدرسين ديال التعليم الخصوصي هاد المدرسين كياخذوا واحد التكوين مدة ديال 400 ساعة كياخذوا شهادة بشراكة مع لانابيك والمؤسسة ديالنا وهاد المعلمين هادو كيبني عليهم واحد الكفاءة ديال الفيداغوجيا يعطيو أكثر في المؤسسة ديالهم وكيساليو الفورماسيون كياخذوا كونترا دانسيرسيون هذا من جانب الجانب الجديد اللي عندنا مع لانابيك هو الاف سي او فورماسيون كونتراكتواليزي اون انتربريز لا ديز انتربريز يعني المقاولات سواء صغرى ولا كبرى كيمكن لها تكون البيرسونيل ديالها هذا التكوين حتى هو مع شراكه ديال لانابيك تقريبا بالنسبه لونبلويور ما كيخلص والو كيسيفي باش يديكلاري الناس اللي باغي يكونهم وكياخذوا الدبلوم ديالو بيان سور فيها قيمه مضافه بالنسبه للمقاولات هادشي اللي يمكن نقول كاين اضافه اخرى بالنسبه ديال اللغات اللغات كنعطيهم اهميه كثيره لان المتدرب باش يتخرج يكون بروفيسيونيل كيخص يكون عنده واحد الطاقه ديال واحد الكاليتي ديال لاكومينيكاسيون ديك لاكومينيكاسيون اساسيه في سوق الشغل لهذا كنانسيستيو على اللغات مزيان وعندنا اللغات من العربيه الفرنسيه الانجليزيه الاسبانيه الالمانيه والهولنديه الهولنديه كنتميزوا بها في مدينه جرسيف ما كايناش في بالنسبه للصعيد الجوي عندنا كفاءات عندنا ناس اللي كيقراو عندنا تجمع عائلي وكان كاين واحد الجمعيه عاود داخل المؤسسه باش ما كننساوش العمل الجمعوي مؤسسه سميتها جمعيه الرساله للشباب كنشجعوا فيها الشباب وكنديروا دي زاكتيفيتي باراسكولير انشطه موازيه اللي كيستافد منها حتى المتدرب باش يكون شامل ما يكونش محترف غير في هادشي ديال الانفورماتيك او التدبير او التسيير ولكن محترف حتى في المسائل ديال الجمعويه.